و اللي يمكن لي نقول على ميل في النرويج، ميل في النرويج ميل في معقد، والضحية هو خالد السكاح، والمسألة اللي تنلوم كنلوم فيها الإخوان ديالنا ديال وزارة الخارجية المغربية، وكذلك الإخوان اللي عندهم هذا الملف هذا، واللي بإمكانهم يحلوا هذا الملف هذا بأقل ضرر، لأن اللي تصدر في هذا الملف هو خالد السكاح، رغم أن الأطفال ديالو الآن غنحاول نطالب باش تخرج كذلك مذكرة بحث ضد الناس اللي قاموا بهذا الاختطاف، باش يكون واحد التعادل، لأن لا يعقل الناس اللي اختطفوا عسكريين وينتمون للأجهزة النرويجية اختطفوا الأطفال ديالي من المغرب ولم يتابعون، رغم الاعترافات ديالهم أمام الشرطة المغربية وكذلك فالملف جاهز. ونتمنى أن النيابة العامة المغربية تقوم بواحد رد ديال الوجه لهذا خالد السكاح، لأن أعطينا لبلادنا وبلادنا لحد الساعة مازال ما عطاتش هذا خالد السكاح، لأن الألقاب اللي عطيت ألقاب كنتمناو أن مغاربة يجيو، وإنما ألقاب كبيرة وشرفنا بلادنا، وكنتمناو أن بلادنا أنها طردنا واحد الجميل، رغم أن هادشي هذا تيألم. فخالد السكاح بقى دائما الضحية ديال الاختطاف ديال الأطفال ديالو، ومتابع من طرف السلطات النرويجية، فإذا به المغرب لا يطالب به بأي مجرم أو مختطف ديال الأطفال ديال خالد السكاح. فمؤخرا سأقوم بطلب من النيابة العامة باش تخرج واحد المذكرات ديال البحث ضد هاد الناس اللي قاموا بهذا الجرم، باش يكون واحد التعادل، خالد السكاح متابع ويتابعوا تاريخ الناس هادو اللي قاموا بهذا الجرم، وهذا هو هذه هي الديمقراطيه، وهذا هو القانون يطبق على الجميع، رغم ان خالد السكاح ما دار حتى شي اجرام، لانه الاجرام ديالو انه دافع على ولادو داخل التراب المغربي، وكنتمنى الناس اللي ديالنا المسؤولين يكونوا عندهم واحد شويه ديال الشهامه، واحد شويه ديال الحب لهذا الوطن، الحب للمغاربة، لأن خالد السكاح ولد الشعب، وتنتمنى بأن ما يكونش امتيازات، يكون حتى خالد السكاح من الناس اللي ماشي يستافدوا، من الناس اللي يرضوا شوية الجميل ديالهم، لأن عطينا لبلادنا، والآن راني أتواجد مدينة بفرنسا، لأن جينا لبلادنا ولكن لسوء الحظ ما لقيناش داك الشيء اللي كنا كباغيين، وما عملوناش المعامله اللي خصها تتعامل، وتنتمنى بان تكون شويه ديال الغيره على بلادنا، وتكون شويه الغيره على ولاد بلادنا، وتكون شويه ديال الغيره على المصالح ديالنا، وشكرا.